الكلمة. أهلا بيكم. فأرى الدم وأعبر عنكم، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. عبرانيين 9:22. وقفنا عن الخروج، إحنا في عصر الخروج دلوقتي، العصر الثاني للعهد القديم بعد عصر الآباء. وقفنا عند خروج شعب إسرائيل اللي هم أولاد يعقوب عشان يتحقق وعد ربنا لإبراهيم من أرض مصر عشان يروحوا أرض كنعان، أرض الموعد، بعد 400 سنة ذل وعبودية في أرض مصر. شفنا كمان الخروج المعجزي اللي خرج بيه الشعب، اللي قاد بيه موسى الشعب عشان يخرج من أرض كنعان لأرض من أرض مصر لأرض كنعان. شفنا الخروج المعجز، لكن عايز قبل ما نخش في الرحلة ونشوف إيه اللي حصل في الرحلة أقول لكم على حاجتين. حاجة الأولانية إنه الإصحاح الثاني الإصحاح 12 وعدد 1 بيقول كده: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا، ده قبل ما يخرجوا من أرض مصر، هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلم كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الآباء، شاه للبيت، وإن كان البيت صغيرا على أن يكون كفوا للشاه، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاه، تكون لكم شاه صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم 14 من هذا الشهر. ثم يسبح كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا. ليه بيحصل كده؟ بيقول كده في عدد 13: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. الله بيقول لموسى كده: خلي كل بيت يجيب شاه صحيحة ذكر ما يكونش فيه أي عيب، ويذبحها بمواصفات معينة، ويحط على بيته على 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 البيبان من فوق والقائمتين من الجنب يحط الدم، عشان بيقول له أنا وأنا هيجي الملاك المهلك هيشوف العلامة الدم فأعبر عن هذا البيت، لكن البيت اللي مش هلاقي عليه العلامة هيموت كل بكر من الناس ومن البهائم اللي موجودة في البيت ده. فكانت علامة الدم علامة الإنقاذ، ذبيحة الإنقاذ للشعب، هذا الفصح اللي عملوه قبل ما يخرجوا من أرض مصر عشان يروحوا أرض كنعان، وبقى يحتفلوا بالفصح ده كل مرة. ليه؟ عشان دايما الله بيقول لهم كده، عشان دايما أولادكم يفتكروا أن الدم عدى الملاك المهلك على البيت وشاف علامة الدم اللي موجودة فعبر عنكم وأنقذكم من الموت. وسفر العبرانيين بيقول كده: لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. عبرانيين 9:22: دم يسوع المسيح على الصليب عبر بينا من الموت في الخطية إلى الحياة الأبدية. ففكرة الفصح، فكرة العبور، إنه كل ما يحتفلوا بالفصح فهم بيحتفلوا بعبور الملاك المهلك لأنه الدم أنقذهم. الحاجة التانية اللي عايز أقولها لكم إنه اختلف الناس كتير قوي في تحديد تاريخ الخروج، فأقول لكم بسرعة بعض الأراء قبل ما نشوف الخريطة بتاعة الرحلة. تم الخروج في القرن 16، ده كان الرأي الأولاني قبل الميلاد. نادى بالرأي ده واحد اسمه مانيثو المصري حوالي عام 250 قبل الميلاد، شاف ان العبرانيين قد طردوا مع الهكسوس، طردوا، ده رأي بيقول كده ان العبرانيين طردوا مع الهكسوس، لكن هذا الرأي لا ما اتفقش مع الاكتشافات اللي لقوها ولا مع النصوص الكتابية اللي موجودة في خروج 1:11 و12:40 ولا في ملوك الاول 6:1، فاستبعدوا الرأي ده. يعني كان في رأي بيقول انه المصريين اتطردوا مع الهكسوس، وده رأي ما كانش مناسب
للنصوص التاريخية اللي موجودة في سفر خروج 1-11 و12-40 ولا ملوك الأول 6-1. رأي تاني بيقول إن الخروج حوالي عام 1290 قبل الميلاد أثناء حكم رمسيس الثاني. بيقولوا أصحاب الرأي دوا إن دي حل بالشعب اليهودي أيام سيتي الأول، ده كان من سنة 1309 ل 1290 قبل الميلاد، واستمر في عهد خلفه رمسيس الثاني 1290-1224 قبل الميلاد. اعتمدوا على أن بني إسرائيل بنوا مخازن اللي هو مدينتي في سوم ورعمسيس، قائلين أن اسم رعمسيس هو اسم فرعون الذي تم الخروج في عصره، لكن لا يمكن الأخذ بهذا الرأي لأنه يحتمل أن يكون الاسم قد استخدم في عمر سابق لزمن رمسيس الثاني بزمن طويل، فبرضو استبعدوا الوقت ده. الثالث، تم الخروج في عصر يفتاح حوالي عام 1230 قبل الميلاد، وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي خطأ على النصب التذكاري الذي أقامه يفتاح، والذي يذكر فيه الانتصارات على انتصار على إسرائيل وغيره من الأمم الذي تقطن في فلسطين في ذلك الوقت. والحقيقة أن وجود مثل هذا النصب بيؤكد العكس، أن إسرائيل خرج منذ زمن واستقر في أرض فلسطين وبعد كده تمت الحرب، فبرضو الرأي ده مش مظبوط. الرأي الأرجح بقى أنه حوالي عام 1447 قبل الميلاد، يبقى تم الخروج عام 1447 قبل الميلاد أثناء الأسرة المصرية الثامنة 10 أيام تحتمس الثالث، أو في زمن أمينوفس الثاني، وده بيتفق مع سفر قضاء 11-26 إذ يذكر، بيقول كده أن يفتاح الذي عاش حوالي عام 1100 قبل الميلاد أنه 300 سنة قد انقضت على دخول عبرانيين الأرض، 300 سنة على دخول عبرانيين الأرض أي دخولها حوالي عام 1400 قبل الميلاد. فلو ضفنا 40 سنة اللي أشوفهم دلوقتي في البرية لكان التاريخ خروجهم حوالي 1440. وبيتفق التاريخ دوة مع الشاهد اللي جه في ملوك الأول 6-1 أنه بيت الرب قد بني في السنة 480 لخروج الشعب من مصر، فإن كان قد بدأ سليمان في بناء الهيكل عام 967 أو 966 قبل الميلاد، بيكون الخروج كده تم حوالي 1447. وده كمان بيتفق مع اكتشافات كتيرة قوي ظهرت في أريحة وحصور، وكمان مع ورده في لوحات تل العمارنه من الاكتشافات اللي لقوها التي بتتكلم عن شعب قادم لارض فلسطين في هذا التاريخ تقريبا. يبقى احنا دلوقتي عندنا زمن الخروج، الراي الارجح ان هو 1447 قبل الميلاد. تعالوا نشوف مع بعض خريطه الخروج، رحله خروج شعب اسرائيل من ارض مصر. دي الخريطه تقريبا القديمه، ومش شايفين أرض مصر وأرض، ويمكن لو تاخدوا بالكم أن دي خريطة شفناها كمان في رحلة إبراهيم. فاكرين إبراهيم لما استقرت في أرض كنعان حصلت مجاعة وراح لأرض مصر ورجع تاني. دي برية اسمها برية أشور، برية سين، برية فاران، برية سين، دي أرض جاسان اللي هم كانوا مستقرين فيها، وهم مشوا من أرض جاسان لحتة ناحية البحيرات المرة اللي هي حتة اسمها السكوت. الطريق الأولاني اللي ظهر قدامنا ده من أرض جاسان لأرض كنعان، طريق أرض فلسطين، ياخد تقريبا 12 يوم. الطريق الأولاني اللي هو السهم اللي طلع قدامنا ده في الأول خالص اللي هو ده من أرض جاسان لأرض كنعان، طريق أرض فلسطين ده يستغرق 12 يوم. بعد كده في طريق تاني، طريق برية شور، ده بياخدوا طريق القوافل. القوافل وهي رايحة أو هي جاية بتاخد الطريق ده، فالقفلة اللي كانت ماشية وقت ما أولاد يعقوب باعوا يوسف أخوهم للقفلة اللي كانت معدية، فكانت بتاخد الطريق ده واللي هو من كنعان لأرض مصر عن طريق البرية شور، البرية دي. والطريق الأولاني اللي هو طريق أرض فلسطين ده بياخد 12 يوم. شعب إسرائيل ما أخدوش ولا طريق أرض فلسطين
ولا خدوا طريق برية شور، طريق القوافل. في كمان طريق بحر صوف اللي هو سلكه موسى المديان. موسى لما راح، احنا قلنا ان موسى عاش 40 سنة في ارض، في ارض مصر في بيت فرعون، اخد كل حكمة المصريين. عاش 40 سنة لما مشي من مصر راح لمديان، قعد هناك 40 سنة، وده الطريق اللي اخده موسى اللي هو طريق بحر صوف، سلكه موسى لغاية ارض مديان. تعالوا بقى نشوف الطريق اللي هو منقط بالاحمر دوت، ده الطريق اللي اخده شعب اسرائيل عشان يوصلوا لارض كنعان. شايفين اللفه الطويله دي؟ ويلفوا، احنا هنبقى نشوف في حلقه من الحلقات مش تفاصيل لكن نقط سريعه للرحله، لرحله شعب اسرائيل، المحطات اللي هم كانوا واقفوا فيها. فانتوا شايفين بداوا من هنا من سكوت، وبداوا يلفوا عند جبل سينا، شايفين الخط الأحمر اللي ماشي ده، لغاية أدوم، مديان هنا، مديان هنا اللي موسى كان سافر وقعد فيها 40 سنة، لغاية أدوم، مؤاب، عمون، لغاية ما وصلوا أرض كنعان. الرحلة دي أخدت 40 سنة. 40 سنة الشعب في البرية بيلف، كل دي شعوب موجودة، مديان، أدوم، أدوم تاني، مؤاب، كل دي شعوب كانت موجودة وهم بيمروا عليها. وهنشوف ملاحظات على الرحلة اللي هي الأربعين سنة المحطات اللي هم وقفوا فيها. عمون، الشعب بالرغم ان في طرق كتير كانت من أرض مصر أرض كنعان، وطرق تاخد أقل بكتير من 40 سنة، الرحلة دي أخدت 40 سنة. 40 سنة، 40 سنة الشعب بيمشي في الصحراء عشان يوصل لوعد ربنا اللي وعده لإبراهيم بأرض جديدة، أرض تفيض لبن وعسل، أرض ما فيهاش ذل، أرض ما فيهاش عبودية. هنرتاح بقى خلاص بعد العبودية اللي احنا كنا فيها أرض مصر، أخيرا ربنا هيدينا أرض نستمتع فيها من العبودية اللي احنا كنا فيها. لكن شفنا على الخريطة ان في طرق كتيرة قوي توصل لأرض كنعان، وفي مدة اقل كتير قوي من 40 سنة. لكن الشعب اخد 40 سنة يلف في الصحراء ويتوه في الصحراء. وهنشوف زي ما قلت لكم المحطات للرحلة بتاعت شعب اسرائيل. ليه؟ ده السؤال. يا رب انت وعد ابراهيم ان انت هيكون عنده جمهور عظيم، واتحقق الوعد، بالرغم انه اتحقق بعد موت ابراهيم، اتحقق الوعد ان هو يكون اب الجمهور العظيم. شفتوا عدد لو كنت شفت في الحلقه اللي فاتت، شفتوا عدد الناس وصل قد ايه؟ 600,000. 70 واحد وصلوا 600,000 بعد كام؟ بعد 400 سنه. انت وعدت ابراهيم بكده، كمان دخلت معاه في عهد ان الارض مش بس ليه لكن ليه ولنسله، وانه الوعد ده هيتحقق بعد 400 سنه. ليه؟ عشان يكتمل ذنب الاموريين، الشعب اللي كان عايش في ارض كنعان. ف 400 سنة عدوا، جه الوقت يا رب نحقق الوعد، جه الوقت بقى ان الشعب يروح ويمتلك. ليه خلتنا نلف ال 40 سنة دول كلهم في الصحراء؟ ليه ما نروحش ونمتلك؟ ليه ما نروحش نمتلك الأرض اللي أنت وعدت بيها؟ عشان نصبح منارة لكل شعوب الأرض، عشان فرعون اللي شافنا وإحنا خارجين من أرض مصر، وأنت بتشق البحر قدامنا في معجزة غير عادية، إنك إله حقيقي موجود. انت الاله الحقيقي الموجود، مش الالهه الوثنيه اللي كانت في ارض مصر. ليه يا رب مش عايزنا نروح عشان نحقق الوعد ده؟ تعالوا نشوف مع بعض، تعالوا نشوف مع بعض. بعد الخروج على طول، وموسى طلع فوق الجبل عشان ياخد الشريعه من ربنا، عشان ياخد الشريعه اللي الشعب هيسلك فيها، عشان يسلك الشعب حسب شريعه الله الاله الحقيقي الموجود. ليه؟ علشان خاطر يبقى هو المنارة اللي كل شعوب الأرض تشوف منها هو الإله الحقيقي منها، عشان يصبح هو المنارة اللي يوصل لكل شعوب، يشيل أي إله غريب ويبقى هو الإله الحقيقي الموجود. هو ده الهدف من اختياره لشعب إسرائيل، عشان يوصل الله لكل شعوب الأرض. تعالوا نشوف إيه اللي حصل، تعالوا نتفرج. وموسى على الجبل بياخد الشريعة من ربنا، الشعب بيعمل ايه؟
And they overlaid the image with pure gold, and Aaron fashioned it and smoothed it with the hammer, ready to be graven by cunning art and man's device. And he fastened it with nails that it should not move. And he that smote the anvil did beat the molten gold into thin plates, for they had gathered their treasure into the midst of the furnace, and did blow the fire upon it to melt it. And they adorned themselves in rich apparel and costly array, with veils of blue and purple and scarlet, and fine twined linen wrought in Egypt. And the women tread grapes from Midian into new wine. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. The people sinned a great sin, for they had made them a god of gold, and they bore him upon their shoulders and rejoiced, saying, "This be our God, O Israel." Are you mourners of Moses afraid to face the new god of gold? They were as children who had lost their faith. They were perverse and crooked and rebellious against God. They did eat the bread of wickedness and drank the wine of violence, and they did evil in the eyes of the Lord. And the people cried, "The graven image hath brought us joy." And they worshipped the golden calf and sacrificed unto it. Here is your sacrifice. الوصايا بتتكتب، الله بيدي موسى الوصايا، وكان الشعب تحت بيجمع الذهب بتاعه لأن موسى اتأخر فوق الجبل، بياخد الوصايا من ربنا عشان يصبح الشعب بالوصايا دي بيعبده يمجده يعليه.
كان الشعب تحت بيجمع الذهب وبيسيحه وبيعمل عجل ذهبي، وبدأوا يقدموا له ذبيحة حية يذبحوها له ويقولوا هو ده إلهك يا إسرائيل، هو ده الإله اللي أخرجك من أرض مصر، هو ده الإله اللي أنقذك من العبودية. لسه الشعب شايف المعجزة بتاعت عبور البحر، وبدأ يرنم الترنيمة الجميلة اللي بيمجد فيها اسم ربنا، وبدأ يرنموا الترنيمة الجميلة إنه إزاي إسرائيل الله أخرجك يا إسرائيل من أرض مصر، من أرض العبودية إلى أرض تفيض لبن وعسل. والفرحة كانت وسط الشعب كله بالمعجزة الكبيرة اللي عملها ربنا للشعب. لكن بعد وقت صغير قوي، موسى كان فوق الجبل بياخد الوصايا من ربنا، الشعب عمل عجل من الذهب وكان بيقدم له ذبيحة حية. شايفين الشعب بعد فترة صغيرة قوي، بعد فترة صغيرة قوي لسه ما عداش وقت، نسي ربنا ونسي المعجزة اللي عملها له ونسي كل حاجة، وبدأ يزوغ ورا خطاياه. رجع تاني في تفكيره الذبايح اللي كانت بتتقدم عند المصريين، رجع تاني في تفكيره الآلهة الوثنية اللي كانت موجودة، وتذمرات كتيرة قوي هنشوفها واحنا ماشيين في الرحلة. ده كان السبب انه يخلي الله موسى يلف في رحلة لمدة 40 سنة ما تاخدش اكتر في طريق من الطرق اكتر من 12 يوم. 40 سنة الله لو قلنا بالمعنى كده بيؤدب الشعب، بيؤدب الشعب، بيشيل منه الأعمار والشخصيات والأجيال اللي مش راضية تتقوم، اللي مش راضية تسمع الكلام عشان يحقق الهدف منه. أنا واخدك من أرض مصر في رحلة بتحصل فيها معجزات كتيرة عشان تروح لأرض الموعد، أرض اللي فيها تفيض لبن وعسل، حياة جديدة، عشان تبقى منارة لكل شعوب الأرض. كل شعوب الأرض كانت بتحكم بتعبد آلهة غريبة، بتقدم آلهة وثنية، بتتقدم لها ذبايح بشرية، لكن أنا الإله الحقيقي اللي مش ممكن تتقدم لي ذبيحة بشرية، اللي مش ممكن تتقدم لي ذبيحة من البشر. أنا الإله الحقيقي الحي الموجود اللي بسمع. لكن الشعب ما كانش بيسمع الكلام. في كل مرة زي ما شفنا الشعب كان بيتزمر ويثور ضد موسى وضد الإله اللي أخرجه من أرض مصر. الوصايا العشر تعالوا بصوا عليها، اللي موسى أخدها من ربنا على الجبل على لوحي الشريعة. بصوا كده على الوصايا العشر. الوصايا الأولى كان لا يكن لك إله آخر، دي كانت أول وصية. لا تصنع لك تمثال، لا تنطق باسم الله باطلا، قدس يوم السبت، اكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك. الوصايا الأولى كانت لا يكن لك إله آخر، ما يكونش لك إله تاني أبدا، لا تصنع لك تمثال، ما تعملش الإله تمثال، لا تنطق باسم الله باطلا، قدس يوم السبت، اكرم أباك وأمك. لو تلاحظوا أنه الأربع وصايا الأولانيين دول العلاقة بين الله والإنسان، اكرم أباك وأمك، العلاقة بين الله والإنسان في الأربع وصايا الأولانيين، اكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، العلاقة بين الإنسان والإنسان. يبقى الله بيهتم بالعلاقة بين الإنسان والله، مهتم قوي بالعلاقة بين الله والإنسان، كمان مهتم بعلاقتنا ببعض، إن إزاي تكون علاقة جميلة، علاقة متزنة، علاقة فيها محبة، علاقة ما فيهاش أي نوع من أنواع الحقد أو الكره، لكن يكون فيها إكرام ويكون فيها محبة منه. لأنه لو تفتكروا إنه الله قال في سفر التكوين لما قرينا كده إنه أصنع الإنسان على صورتي ومثالي، يعني على صورتك ومثالك يا رب، يعني هيحط فيه الصفات بتاعت ربنا. قلنا انه في نوعين من الصفات، صفات طبيعيه وصفات ادبيه. الصفات الطبيعيه اللي موجوده في الانسان وفي الله،
دي الصفات اللي ربنا حطها في الانسان لما خلقه. والصفات الادبيه اللي هي في الله بس، ما ينفعش تبقى موجوده في الانسان، زي الخلق مثلا. الله في صفه الخلق ما ينفعش تكون موجوده في الانسان. ففي نوعين من الصفات. الله حط في الانسان الصفات الطبيعيه، فلما ادى موسى الشريعه، ادى وصايا لموسى، اهتم ربنا في علاقه الانسان والله، واهتم كمان بعلاقه الانسان والانسان. وعارفين ده اللي بنشوفه في الكتاب المقدس كله. لما 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 نمشي في الرحله كلها هنشوف ان الكتاب المقدس بيتكلم عن علاقه الثالوث ببعض، الاب والابن والروح القدس مع بعض، اله واحد. بيتكلم علاقه الانسان بالله وعلاقه الانسان بالانسان. هما دول الثلاث حاجات اللي موجودين في الكتاب المقدس كله. علاقه الثالوث، اب وابن وروح قدس، الترابط بينهم ان هما واحد. علاقه الانسان بالله، ازاي الانسان يتعامل مع ربنا وازاي الله بيتعامل مع الانسان. علاقه الانسان بالانسان، علاقتنا احنا ببعض ازاي تكون علاقه جميله متزنه. الشعب بعد الخروج رغم كل المعجزات اللي شافها لكنه كان شعب غليظ الرقبه، ما كانش بيسمع الكلام. عشان كده الله قرر ان هو يلف في رحله 40 سنه، رحله ما تاخدش اكتر من 12 يوم عشان يؤدب الشعب. واحنا حتى الوقت ده احنا فيه دلوقتي بنشوف معجزات كتير حوالينا، ويبقى الوقت القريب من المعجزه احنا نقول يا رب ايوه احنا بنصدق فيك، لكن ما يعدي الوقت نرجع تاني نعمل زي شعب اسرائيل، ما نصدقش في ربنا وندور على الهه تاني غريبه، نحاول نقول ان هو ده الاله اللي هنعتمد عليه. يختلف الاله، فلوس، بيت، علاقه، حاجات كتير قوي، اي مسمى تقدر تحطه تحت اسم اله غريب. فبالرغم ان الشعب كان غليظ الرقبه، لغايه دلوقتي احنا بنعاند اوقات كتير ونعيش زي الشعب اللي كان غليظ الرقبه، بالرغم ان يسوع اترفع على الصليب من اجل عبورنا من حياه الخطيه، حياه العبوديه، الى حياه جديده. هشوفكم المره الجايه مع عصر الخروج، هنكمل ونشوف ايه اللي حصل، ايه اللي حصل لشعب اسرائيل، شعب يعقوب، العيلة الصغيرة اللي هجرت من أرض كنعان لأرض مصر، عاشت في أرض مصر 400 سنة، وعن طريق خروج معجزي لموسى لفوا في رحلة لمدة 40 سنة عشان يوصلوا مرة تانية لأرض كنعان، الأرض اللي ربنا كان وعد بيها لإبراهيم ونسله. أشوفكم الحلقة الجاية. الكلمة.